نجمة الأسبوع الكاتب دارلين فريدمان وروجر روث. أهلا، اسمي كاسيدي لي، عندي 6 سنين وأنا في حضانة بوينا فيستا الابتدائية، ومدرستي اسمها ميس ليرمان. الأسبوع اللي جاي دوري علشان أكون نجمة الأسبوع. نجمة الأسبوع لما تجيب بوستر ويكون كله عنك، ولازم تكون بتعمل حاجات خاصة بيك زي ما بتجيب وجبة للفصل. أنا ومامي بنغبس كوكيز وهزوقهم بالسباركلز. ودلوقتي جه الوقت علشان ابتدي البوستر بتاعي. بصيت في صندوق الذكريات بتاعي، الصورة دي أخدناها وإحنا في الصين، المكان اللي اتولدت فيه. بابايا ومامتي اتبنوني من هناك لما كنت طفلة، كنت لابسة ربطة صغيرة على راسي وكنا كلنا بنضحك في الصورة. دي صديقتي شيرلي وأنا في محل اسمه دولار، وهي كانت أول واحدة أقابلها في أمريكا. هي اللي كانت مستنياني في المطار، وعلشان الرحلة كانت طويلة نمت في العربية. ريبيكا تبقى بنت عمي، بس احنا أقرب للإخوات، وللأسف هي سافرت بعيد مع مامتها. مفتقدها كتير قوي، بس هي ساعات بتزورنا في الصيف. مديت إيدي جوه الصندوق وطلعت شوية صور كمان. دي صورة لجدي وجدتي، ودي صورة ليا وأنا بلعب كورة وولاد عمي جوش وإيان، وصورة كمان لما كنت باخد درس البيانو. دي إليزابيث، أقرب وأفضل صحباتي. كنا بنروح المدرسة الصينية مع بعض كل سبت علشان نتعلم الأغاني والرقص، وكنا بنلبس اللبس الصيني كل يوم سبت. صاحبتي التانية القريبة مني اسمها ميراندا، وتقابلنا في حضانة المدرسة، وعندها أخ اسمه تشارلز، ودول بقى ولاد عمامي الصينيين، وهم برضو متبنيين زيي من نفس الملجأ بتاع الأيتام. كل خريف بنتجمع مع بعض. عندي بقى حيوانات أليفة كتير. الكلب ده بتاعي وولفي، بينام معايا كل يوم وساعات بياكل اللعب بتاعتي. البوستر بتاعي تقريبا خلص، بس في حاجة ناقصة، ما عنديش صور لأهلي بابا وماما. أوقات كتير كنت بفكر في بابا وماما اللي خلفوني، أنا جزء منهم وهم جزء مني، وكنت بفكر يا ترى شكلهم عامل إزاي وهم عايشين فين، وليه ما فضلتش معاهم، ويا ترى هم كمان مفتقديني زي ما أنا مفتقداهم. بابا وماما، أنا قعدت أفكر في كل الأسباب اللي تخلي أب وأم يتخلوا عن طفلهم. يمكن يكون ما عندكوش فلوس كفاية. بابا وماما اللي تبنوني بيساعدوا الناس، وماما بتقول إن العيلة لما بتتكون بتفضل عيلة على طول. أنا بحب أهلي اللي تبنوني جدا، بس حزينة علشان أهلي اللي خلفوني. على فكرة بابا قال إننا كلنا بنحب أهلك اللي خلفوكي بالرغم من إننا ما شفناهمش، وعلشان كده قررت إني أرسم لهم صورة من خيالي وأحطها في البوستر بتاعي، ولزقت فراشات وقلوب ونجوم حوالين الصورة. خلصت البوستر بتاعي وكنت متحمسة جدا علشان بكرة، وكنت خايفة لصحابي يسألوا أسئلة كتير عن أهلي اللي خلفوني، لأني ساعات مش بحب أتكلم عن الحكاية دي. بابا وماما قالولي إن ممكن أرد وأقول إنها حاجة شخصية ومش بحب أتكلم فيها كتير. تاني يوم لبست بسرعة وما كنتش عاوزة أتأخر عن اليوم بتاعي. بابا وولفي مشوا معايا للمدرسة، وعارفة إنهم متحمسين زيي تمام.
أوه مس ليرمن قالت للكل يتجمع، وبعدين أنا وريتهم البوستر بتاعي وكلهم سقفولي بعد ما خلصت، وشوية من الأولاد احتفلوا بي. أنا كاسيدي لي نجمة الأسبوع.